شبهت على كريم ان شاء الله عنده حكايه في الواعر على طريق الطرق نور مرمو وليد براقي يا خويا مين بيتفضل راجل الزين. لا لا احبس احبس مش نتفاهموا، لازم تطرح الاسئله وانا اجاوبك يا اخو. اسم الاسم تعطينا الاسم الكريم تاعك عبدو عبدو يا عبدو. مو لقب لا كريم لا لا اي والله عيطولي في الغربه، خرجوني في اليونان. بيسك تشبهلو ولا شنو؟ والله ما على بالي يا اخو، يقول لك ربي خلق مش شبه ربيع، كل واحد يتشبه روحه اخو. حبيبي يا زيد في ارجي في مصر زيد في ارجي في الحراش وليد براق يا اخو. مواليد 95 95 الله يبارك. الله حبيبي يخليك. عندك نيفو تاع دراسة؟ النيفو ما قريتش يا اخو، قريت خلصت يا اخو ديبلاسي مع مولودي خلصت، ما تعرف المشيت. معلش ما ديبلاسي ما وليش لمسيت بمعنى انا كنت ديبلاسي مع مولودي خلصت من المشيت خلاص سيبو صح. حبيبي يا كاش ما كنت كاش ما عندك ليميتي كاش ما درت لي ستاج في البلاد يا اخو. شوف انا ما كنت نخدم، كنت نخدم مونتاج تعليمي، بصح ندمت كيما درت ميتي كي طلعت الغربه، زعما كيما درت سباق ولا حفاف ولا ماسو، هاد العفسه ندمت عليها يا اخو. ما درتش ميتي كيما درت الميتي كيما در، هذه العفسه اللي ندمت عليها. ويما قالت لي دير ميتي ما تندمش يا وليدي، وانا العفسه دي اللي ندمت عليها. واللغه الانجليزيه مش ما قريتها شويه في البلاد والله يا اخو تامني في البلاد، والله ما قريتش يا اخو. شغل النيفو ساتيا ما تعرف تجيب سيزيام تروح تقرا هكذا من هنا، بعد تولي ما تروح ما تروحش تقرا، تولي تقرا مور الصومه، تولي ديباسي مع مولوديا، بعد تخرج يا اخو من المسيب. شوف مع الاول يا اخو بك، شوف الحرقه هذه بدات لي، بدات في 17، بدي 17 سنه 16 سنه بديت نخمم في الحرقه اخو. المهم 17 سنه خدمت الباسبور انا راني شافيك فاهم، ومن بعد ما عرفت كيفاش نحرق، كنت حاب نحرق بصح ما عرفتش كيفاش نحرق اكفاهم، شغل ما نعرفش منين نبدا يا اخو. تكون في كارتي ما عندكش ولاد حومتي خرجوا بزاف الغربه، باسكو انا السيكتور اللي نسكن فيه ما عنديش بزاف ولاد حومتي زعما خارجين الغربه فاهم. شغل حنا هما الاولين، مام لي زونسي تاعنا ماشي خارجين فاهم. تسمى شغل ما عندكش ايدي على الغربه هذيك فاش حتبداها كامل. درت باسبور راني شافي لك، وبعدها ما عرفتش كيفاش نبدا اخو. بعد كنت نخدم مع كان عندي صحابي وهارنا كانوا يشروا لي باش نحرقوا على اسمه يا ربي مروك على المروك. ياس على المروك هذيك الضربه كنت وصلت 18، كنت نخدم في سونات راك في براقي، كنت نخدم مانور. كان عندي واحد ولد عمي واسمه كشوده، كنا زعما ناويين نحرقوا كيف كيف فاهم. ومن بعد هذيك هو طاح في الحبس، طاح هو في الحبس قدام منا. وبعد ذاك تعرف الغربه من ذاك تبان لك عليها، بعد من ذاك تنساها 6 شهور تعاود تولي تعرف البلاد خو، كي تكون خدام انتي تلبس مليح، بعد كي تشمل تفك الغربه. المهم وصلت 20 سنه يا اخو، 20 سنه راني شافي لها 21 هكا كي ندخل في 21 حرقت للطرق، رحت للطرق فان فانتي هكذا الله فانتي خرجت للطرق وحدي 2016 هكاك. المهم يا اخو خرجنا للترك يا اخو ما نعرف والو، رحنا للترك ما نعرف والو اخو، ماني فاهم فيها والو، بلا جديده لغه جديده ما نعرف فيها صح اخو. المهم انا 2016 خرجت يا اخو، رحت وحدي للترك، درت لي ديماش مع الاول، درت فيزا اخو للترك وما رحتش بها. جاب لي فيزا راني شافي لها وليد عمي اخو، خبطني في 900000 محل بنيش، وليد عمي يخدم والله محل بني يا اخو 900 ولا 1200 هكاك محل بنيش. المهم اخو بعد ما رحت بها الفيزا هذيك، عاوز درت فيزا الدوزيام، رحت نافيغيت راني شافي لها دراهم البيي، شريت بيي درتو شهرين الافونس. ومن بعد هاتيك يا خو نافيغيت شويه اورو، نافيغيت واحد 200 اورو هكاك فاهم. اخويا تكلت على ربي، رحت للترك ما نعرف والو ما نعرف حتى حاجه. وصلت للترك اتاتورك، وصلت اتاتورك مع صباح ربي، ديما تاع 9:30 تاع الليل، وصلت لاتاتورك 6 تاع الصباح هكاك. المهم وصلت لاتاتورك على البكري انا راني شافي لها 6 تاع الصباح بدا المترو. خرجت يا اخو شريت تيكي رحت الاقصاري. اقصاري ماني فاهم والو، رحت الاقصاري كونتاكتيت واحد الحومه كان عايش فين انجليز فيسبوك دا من فتحته في السيبر يا اخو، مع صباح ربي ما نعرف والو، ولا بتساكودو نمشي في اقصاري كل مهبول رايح جاي. بديت نمشي تما مع صباح ربي، فتح السيبر يا اخو كونتاكتي تعطاني واحد هذا اللي تحوما كان عايش في كيف كان عايش في انجليز خادم طريق الترك راك فاهم. اها عطاني فيسبوك تاع واحد اسمه بلال يا اخو عايش تما في الترك.
عطاني فيسبوك تاعو كونتاكتي تاع بلال، انا ما نعرفش يا اخو، ما نعرفش صوالح، ما فهمتش واش كاين واش ما كاش. المهم هذا بلال كي تلاقيت معاه يا اخو في اقصاري ما حلبنيش، راك فاهم شو مع اللي شافني خو، شافني دراهم 450، ده غير 450 دخلك دا منا، نخدم لك خرطيه تدخل ندخلك الكسندرا بولي، الكسندرا بولي تشري تيكي وطلع. ها قلت له انا ما عنديش 450، قلت له عندي غير، قلت له عندي 150 راك فاهم، قال لي انا ما عندكش اعطيني في البلاد راك فاهم كيفاه. المهم شربنا اتايات وقلت له ما عنديش، مش تلاقيت به، مش تكروازيت به السيد هذا كامل. بقيت ندور وحدي يا اخو، ندور وحدي، كريت اوتيل راني شافي لها ب 30 ليره هكا كلها. هذاك الوقت مدلو 10 اورو يمدوا لك 38 ليره، كانت شويه الليره مليحه هذاك الوقت بالمساس، كانت مليحه شويه. ايا بديت ندور، درت واحد 20 يوم وانا وحدي فاهم، تلفت لي على بالي اش كان راني ندور. ايا بدو يخلصوا الدراهم، بدا التومير، بدا الفقر. واش تبي تحوس على البونسيو هذا؟ بونسيو باش تروح تبات تاع رخيصه تاع 10 ليره 7 ليره. طلع ياخذ كروازيت معاه ديت حومتي وليت براقي اسمه نونو، دخلت كروازيت معاه وين تسكن براقي، براقي طاطاط من هنايا نقصرو يا خو. ما نكذبش عليك السيد هذا قام بيا فاهم، كان كنقدم شويه في الطرق، قام بيا انتيك. بعدا وليت ندور معاه يا خو، بعدا خلاص الدراهم وليت نسرق يا خو، ما نكذب عليك ضربه وليت نسرق انا. شوف طلعت تاعي الاولى في الطرق، طلعت تاعي الاولى في الطرق كنت نسرق، نسرق باش ناكل، نسرق الماكله نطالي شغل. باسكو علاش العباد اللي لقيتهم كانوا يسرقوا راك فاهم، وانا كنت صغير تسمى وين تروح لازم تروح في الطريق هذه. من داك نسرق من داك نسرق من داك الروندي، من داك نسرق من داك الروندي. وبعد هذيك جبناها واحد شهر شهرين وانا معاهم هكاك ندور. مات الفيزا، خرجنا رحله يا اخو، بعد خرجنا رحله يا اخو، هذيك الضربه ما كانش كاين المابس، شغل تبع نقاطي زعما. كيما حنا خرجنا لك ضربه على ابصاله، شرينا بانام هذيك، خرجنا واحد كان خادم الانجليز، واحد يد بو فارق، ونونو يد حومتي، وتوفيق هذا توفيق في الغربه في هولندا، ونونو في الحبس هذا كان في البلاد الاخرين كاملين في البلاد. خرجنا شرينا بانام قدامنا، خرجنا حبطنا الابصاله راني شافي لها، رحنا في الكار وصلنا الابصاله مع صباح ربي، دخلنا البانام قدامنا، دخلنا اليونان طلعنا واحد الجبل، دخلنا في الليل، دخلنا مع صباح، جلسنا على الواد يا اخو، جلسنا على الواد. هذه المره تاعي الاولى جلست على الواد. وكان معنا واحد التركي عايش في فرنسا محطينه اكسبيرسي، انسان مقود بهبول، حد يعاود يولي عنده مونطاليتي تاع الجزائر واسمه علي كشمان، ويسكن في انطانيا. هذا وين تفكرت شرينا بالام راك فاهم، واش البالام فهمنا بانام يا اخو، واحد الجلده كبيره، جلده كبيره تنفخها بالبومبون باش وشرينا كوردا راك فاهم، شرينا كوردا زعما البانام هذيك واش دير لها، دير لها كوردا منا وكوردا منا، دير لها زوج كوردات، الانسان اللي يقطع به الاولاني يريح شاد الكوردا من هيكا، وحنا نريحوا شادين الكوردا باسكو هذاك الواد يدي يخطفك من تحتها. وكيفاش قطع صاحبكم؟ الاولاني قطع مع واحد راك فاهم، حنا شادينو غير ما شوف اللولاني كيفاش يدير، يقطع مع السيد اللولاني، يشدوا الكو، حنا نشدوا الكورد راك فاهم، حنا رانا حنا باسكو ما كاش واحد من هيكا، كان غير حنا من هناك فاهم. يشدوا الكورد السيد يقطع، يبدا يضارب مع الواد، يضارب شويه اخو. المهم مع اللي يحط واحد من هيكا السيد يولي شاد الكورد من هيكا باش يولي شاد البالان باش ما تهربش بزاف مع الواد، باسكو علاش الواد يدي ويجي كباب تما يخطك طيح تموت. واحد الواد يا خو مش مليح تشوفه، طلع اللوناني يا خو قاش هاد الكرد امريكا. بعدا بدينا حبه مرحبه. شحال كنتم واحد؟ والله غير نسيت يا خو، كنا شوف كنت انايا ونور الدين وتوفيق وعلي والانجليز وعبدو، كنا سته هكا خو يا خو. الطريق هذه كان يعرف هذا توفيق باسكو كان قديم، كان عنده واحد 17 هذاك الوقت في الطرق، تبعنا توفيق هذا، بدينا نمشيو ليروبال، حكم ليروبال فاهم. كنا حابين نوصلوا لواحد المدينه نقطعوا تيكي ندخلوا نروحوا لالكسندرا بولي، الكسندرا بولي نحكموا تيسالونيكي. حنا من بعد دخلنا لاكراس يا خو، قطعنا الواد سيبو، رانا في لاكراس
بصح كي يحكموك تما يعاودو يردوك راك فاهم، لازم تلحق تيسالونيكي باش ما يردكش. تيسالونيكي هذه بعيده 450 كيلو خو. المهم قطعنا الواد خويا سلطان صاحبي، قطعنا الواد طلعنا واحد الجبل يا خو. انا مع اللي طلعت الجبل هذاك مع صباح ربي قابلتني من تحت قريه صغيره، قابلتني قريطه فيها درابو. انا عملت لي دخلت لاسرائيل يا ربك والدرابو تحت لي في الاسراء، قلت يا ربك راني في اسرائيل. قلت راني في اسرائيل بقيله. طيحنا الظلمه يا اخو مع صباح ربي، طيحنا الظلمه وناكلوا القفرات، طيحنا الظلمه بدينا نمشوا في الليل نمشوا بصح ما على بالناش وين رانا نمشوا، شحنا رانا نمشيو بصح والله ما على بالنا. كل واحد عنده راي، الاخر يقول لك نروحوا منا، الاخر يقول لك نروحوا منا، وبداو يضاربوا يا اخو. غدوه من ذاك مشينا شويه لقينا واحد الدار دخلنا فيها طيحونا باباك. انا حاشاك حكموني بوليس زح الزهر ما عندي. ستوب 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 بوليس ستوب بوليس. شوف حكمونا قلبونا داونا واحد الفرقونه كحله يا اخو، داونا السينونا ما فهمتش انا. المهم شوف انا المهم راني شافي كي كنت داخل نحاول الباسكات يقلبك يدخلك داخل الفرقونه هذه. ايا سلمونا الناطو، الناطو هذو يردوك لليونان، يردوك للترك فاهم. الناطو هذو هما معروفين، الناطو العسكر تاع الدول كامل. صاحبي كان لابس ريكوت على المان، هذاك بوفاري كان لابس ريكوت على المان، وهذو الناطو يكرهوا المان. البوليسي اللي طحنا فيه هذاك العسكري يكره المان، كان معايا الباسبور، مخبي باسبور، انا كنت مخبي باسبور تاعي تمخلي ما لقاوهش. قالوا قالوا نحل بيستا، قالوا جيرماني جيرماني هتلر. السيد يا اخو ناطو بقد منه يا السلطان يا ناطو ضربوا اخي شي ضربوا اخو، قتلوا بالضرب، قتلوا عبق شغل من قوه الدم السبيس من راس السيد، ولا شغل ما حبش يكمل عليه، ولا شغل يضرب عباد واحد اخرين باش يعاود يولي له يحوس عليه. ضربت له البيس. أنا نقول لك يا أخو قتلو، شت بركة عليه، شت إنسان يا أخو جاب واحد الفلوكة كده منه وبدأ فيكي 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 ما لا قابل يهضروا باليونانية تاعهم، والظلمة يعسوا بليجيمان يعسوا في العسكر تاع الترك، بس كل الترك ممنوع تقولهم رجعهم فاهم، دخلوا لكم متين أوروبية ربي سهل عليكم. وبدأوا يرجعوا خمسة عيبات ستة ويضرب ديتيري بالبلوك. المهم ردونا يا أخو، المهم ردونا للترك. والله غير هاد العفسه شغل هاد الرحله اللبنانيه مانيش متفكرها مليح. المهم ردونا للترك. يضربوه كيفاش؟ خليتوه مرمي ولا جبتوه ولا صدوه؟ لا جبناه يا اخو، فتح له راسه هنايا. واش راح دير يا اخو، درنا له سمو تريكو على راسه وجبناه. المهم شوف يا اخو ضرب واحد الربع ساعه ويضرب فيه يا اخو. المهم ضرب مبرح يا اخو. في صاحبك قال له انا نحب هتلر. قال له الالمان هيتلر، وطح في واحد بالك يكره الالمان يا اخو صديق، وضع العسكر فاش طيح فاهم. المهم بعدا يا اخو ما نكذبش عليك، شوف ما رانيش شافي باسكو. شوف هذه الخرجه تاعي الاولى للترك، ما لازم صرا لي كو انايا تشومر قدامنا، كنت نحوس على خدمه في الترك. هذه في الخرجه تاعي الاولانيه نحوس على خدمه، كانت واحد البلاصه واسمها الفاتح يمدوا فيها الشوربه في الليل. سقسيت واحد تما قلت له يا اخو اسمه امين، راني شافي وليد المديه، قلت له يا امين كاش خدمه منا يا؟ قال لي اوكي ما كاش مشكل، قال لي نشوف لك. راني ناكل في الشوربه جاب لي واحد الكردي قال لي اسحق قدامي. راني شافي لا رحنا مع هذا الكردي في الطوموبيل، قلت له نروحوا للوتيل باسكو كنت نخلي باسبور عند السيد في الوتيل، قلت له نجيب باسبور تاعي. سبحان الله شغل ربي نبه لي، قال لي ربط الباسبور تاعك، ربط باسبوري، ربط باسبور تاعي خو. رحنا في اربع عباد، هذا الكردي دانا جيت اسيا، قالنا زوج يريحوا في واحد البلاصه اسمها زيمريك، ماشي ازمير اسمها زيمريك. هاد البلاصه زوج يريحوا تما، ودانا انا واحد البرايجي واحد البلاصه يا خو. مي ماني شافي لا كي رحت، لهذيك البلاصه خويا لحقنا مع صباح ربي، ديما رينا في اللي زعما جويت سبعه تاع الحشيه هذاك، ديما لحقنا مع صباح، لحقنا في بلاصه يا السلطان خويا باش نحكي لك. حداده قلت رايحين في حداده تاع اسيا، ماني فاهم فيها والو خو، فهمت شكون؟ تصبح ربي المراه هذيك قالت لي ما تخرجوش يشوفوكم الناس مشكله، ما فهمتش هذاك السيد وعلاش دانا تما، مازال ما فهمتش.
وانا كنت لابد معايا الباسبور تاعي فاهم، خرجت فورسي طبعت المراه طبعتها من ما حطنا شغل في واحد الخربه فاهم، حطنا في واحد الخربه. ومن بعد كي طبعت المراه انايا هو جا بدا يضرب فينا فاهم، بدا يضرب فينا راني شافينا ما خرجوا الجيران يا خو سلكونا ما هربنا من المدينه هذه. مع باش هذاك اسكو خدمه ما فهمتش واش كان الا كان حب يخدمنا ولا كان حب يسلمنا من الجهه اليمنيه فاهم، ما فهمتش انا الحكايه هذه. المهم انا كنت لابد الباسبور تاعي باسكو كي خرجت كي جاو لابوليس تما جبت لهم الباسبور تاعي، جبت لهم الباسبور تاعي سكتوا فاهم، تسمى انا باين باللي راني تزيري فلان بالفلان ما عندك ما تهضر. فهذيك الضربه اللي كنا فيها كانت شويه انتي فاهم، كيحكمك الباسبور ما يدير لك والو. والله ماشي كيما دوكا تبدل شويه صح يا اخو. المهم عاودوا لينا عاودوا لينا يا اخو، عاودوا لي لاسطنبول فاهم كيفاه، عاودت وليت لاسطنبول تلاقيت مع زيد حومتي تماني شافي لها في بايازيد عطاني 350 اورو. كنت راح نخلص حراق، كنت راح نخلص حراق ايام بعد هذيك. خرج وليد عمي من الحبس، خرج وليد عمي من الحبس، بديت نقول نخلص حراق ولا نولي نخلص حراق. كرهت الغربه قلت هذه غربه واش ندير بها انا. عاودت وليت للبلاد يا اخو، عاودت وليت للبلاد ضربتني السخانه يا يما. مع صباح ربي بابا قال لي واش جيت دير، الناس تقول وليدها واش راك مع صباح ربي باسكو ما دار حنا يا اخو. انا كي وصلت لقيتهم رايحين نسكنوا في سيدي موسى ديجا وصلت المطار هو اللي يقوم الدين هذاك يا اخو. لا اله الا الله محمد رسول الله. بوليسي معلي شافني قال لي كنت حراق، قلت له انا كنت معايا انت يا عايش يا اخو. قلت له راني في المطار كان جويت 17 الصباح. قال لي انا واش ندير لك انا باباك نجي لك، عارف باللي بلاد مقوده يا اخو. درنا والو، درنا والو. رحت سيدي موسى كان عندي وقيلة 20 اورو هذيك الضربة، هذيك ال 20 اورو بعتها جاب لي 400,000. ابدا الفقر ياي ابدا في الميزانية يا ربك. وليد عمي كان خرج من الحبس يا اخو، وليد عمي خادم كان خادم واحد 3 سنين هكا ولا 3 سنين ونص دايخ على بالوش كاع راه يدور. خرج ديجا دخل نهار دخل دخل الناس تكونيكتي في الوسمو في الميكرو في السيبر قال لهم يكونيكتو في التليفون تخلع يا اخو. يا ربك شنو هذا فاهم. بعد يا اخو شغل الحرقه بقات لي في راسي فاهم، الحرقه بقات تدور في راسي ما حبش تروح. طولت في البلاد ولد عمي مع ولد عمي نحرقوا باسكو ولد عمي شغل داقمي معاه مداصرو في كلش. نحرقوا وهو مازال الريح وصبر اصبر اخو. كنت نافيكي في سوق تاع فلوكا انا وحدي تحونتي هذا انت خدام كذا منا ما شاء الله نافيكا واحد السوق جيت عند موشنت انا قاعد في سيدي موسى. سيد جا قارب بالنيسان قال لي خالك وخلى تيري فيزيو وبعد يجي يديه العلام يا شكوبي بلازما ضربته ديك البراقي معته وش يا اخو اسمح واش نفهم واش كاين التلفزيون هذا واش فيه. عيطت للسيد قلت له دوك ارواح او كاين افان الثاني البراقي بعث البلازما بعث البلازما ورحت عندي شمره في براقي مازال دارنا قديمه. هبطت البراقي يا اخو بعث البلازما ويتحمتي هذا قال لي شما نافيغيت ويتحمتي هذا شغل انسان لي زوم يا اخو. زاد لي 5 ملايين يا اخو ما نكذبش عليك، 3 ملايين و5 ملايين شحال تولي 8 ملايين. اها اي والله رحنا لعند موشنت. انا عند موشنت انا ما نعرفش السوق يا اخو، السوق ما نعرفش واش يقول. السيد دورينا في الماتريال في التليفون، السيد قال لك نعرفهم. قلت له اوكي نقدر نروحوا نحرقوا وانا رايحين في فلوكا يا اخو. شو تزيرين ميت تامنوش يا اخو بنو اسرائيل ولا هما والله العظيم. رحنا لعند موشنت يا اخو داونا واحد الغاب حبوا يقتلونا يا اخو. ايه سرقونا هذه في عند موشنت هذه في الجزائر يا اخو. راح الغالي راحوا الحوايج بقى غير التليفون حضبه راهو كلش قريساوكم كي قريساونا نو ما يقدرش يقريسيني يا اخو. داونا بالفوت كونفيونس فاهم، ديك الغابه حط صاشيات هنا دوك يجي الماتريال تركب سلام عليكم. جابوا لنا عيبه زعما بلي رايحين معانا وما بعد حابين يقريسونا فاهم. ما خدموا لنا خدمه داونا الغابه ما انا كي تشيكيت المابس لقيت البحر بعيد باسكو انا كنت خادم طريق تاع التوكس ما نعرف الحفايس هذوك لازم تشيكي مابس. ديجا اسمو الصوت على البحر ماكش نسمع فيه. شيكيت المابس لقيت البحر بعيد. بعد السيد زي ما دار روحه باللي مقلق هبط من تحت بدلنا الحوايج جو راح فاهم كيفاه.
ومن بعد زعما دات لافانيكا وخرج منها عبدو اسمه عبدو اسمه فسطيلة في القصبه اللي فوقانيه انا شافي عليه السيد هذا ونقبضو يا اخو مازال متكروازيت به خبطنا بصحته يا اخو دانا تعال دانا دانا 20 مليون بصحته يا اخو بصحته اخو حشوت الرجال توكل عليه ربي ماشي بصحته اخو نو نورمال خو تنكات با بالك عسى تحبوا شيء اخو ان شاء الله لكم عسى تكرهوا شيء اخو خير لكم الدنيا هذه مكاتب يا اخو الواحد يرزقه يا داونا قدامنا ريحت واحد النهار قلت له يا عبدو خلاص هاي نولوا البراقي تاعنا اخو نولوا الحومه ولينا يا اخو وليت بلا حوايج تاع مني خالي يجي يعرس على البلازما ما عنديش دراهم تلفت لي اخو والو مستوى مولي زيرو دينار عيط لي دعم قلت له خصني 100000 عطاني 100000 خذو من داك نافيغيت خدمه بديت نخدم كان عندي ميتي تاع المونتاج تسمى ما مرتبتوش خبطوك مرتبتوش ما تقدر ركبت ما ركبناش يا خبطونا فوت كونفيونس من الاخر ايا كان عندي واحد ماذا يا اخو مازال الحرقه تدور في راسي وانا وليد عمي كان ينافيغي فاهم كان شو كان انتي كان فيها انا نقول له هنا حرقوا ويقول لي مازال وانا نقول له تهبلني هنا حرقوا يا اخو خلاص انا عييت واش تسمع عمك في البلاصه هذا خالي ضربت 3 شهور ماشي ما يا اخو هارب من الضحك اتمسخرش بينا خالي مقود يا ربه دالي كاع حوايجي يشكو فيه كان عندي ثلاثه لي سيرفات لاكوس دا شي رومبورسي باين اخو ما نسمح لي نورمال عاود تولي دير خد كروازيت معاه نورمال انت فاهم والله تعرف في الديبي ولا خبطتو في بلاص ما شاء الله ربي سامحني دام يخبط بنات خبطتو خالص انت لو بلازما بلازما نو هذه الغربه يا اخو تكون صغير مش الغربه في البلاد مغرب في البلاد كان عندي واحد تحومه يا اخو كان حاب يطلع وانا على بالو بلي طلعت على الترك كان هذا اللي تحوم تيسكن في براقي وكان واحد ثاني يسكن في سيدي موسى في زوج على بالو بلي طلعت على الترك كانوا حابين يحرقوا داروها لي في راسي انا بعد خلاص شغل بديت نبرد منها شغل بديت نحبها بصح بديت نبرد منها اخو بديت نقول نزير روحي دوك فيني الشومبرا تاعي وانا عايش في الجزائر شوف يا اخو العجوز تحس المره الاولى واش قالت لي ياكلك الشرب وتعاود تولي وضربت تاع الفلوكه قالت لي ياكلوا لك دراهمك وتعاود تولي وسكيما صراو كلاني الشر المره الاولى وليت والدوزيام سرقوا لي دراهم قلت لك وليت حومه هذا عاودت الباسبور انتيكس مان على دوكا كي راني نحل الطرق على بالي واش راح ندير باسكو عندي اكسبيريونس عاودت الباسبور كان قريب يموت عاودت الباسبور قلت نجيب تاع 10 سنين باسكو الاول تخرجت من ديسات عطاوني تاع 5 سنين كان البيومتري الاولاني فاهم عطاوني باسبور تاع 10 خلصت مليون و600 وانايا مقود كحت عاود الباسبور حديته للكوميساريه باش يمدوا لي هذيك الورقه وكي شافوا باللي نطول في الطرق وخارج لتونس بزاف توسوسولي قالوا لي وين كنت واش كنت دير في الطرق وكنت راح دير في تونس بزاف كل سمانه تروح لتونس فاهم علاش دير الكوميساريه انت لازم الكوميساريه تحشات لي انا باش ندير ديكلاراسيون فات قالوا لي هنا تحشات لي انا باش نخلي في الدار حديت هنا انا قلت كوميساريه قدامنا ولا تحومه عشيت في مشكله كبيره واش كنت دير وبالك كنت مجاني من هيك البوليسيه قلت لهم تعيليش راسي يعطيني خلينا نخلصوا مليون و600 خلينا قلت لهم يعرفوني هنا انا خاطيني الصوالح هذو المهم يا اخو تعرف دير معك انترفيو وقطعت لي الباسبور تاعي عطاتني هذيك الورقه خلصت مليون و600 عاودت الجواز تاعي عاودت ليه لا يخرج لي يا اخو ما طولليش باسكو عندي تحومه يخدم في البلديه بوم بوم عاودتو درحت الدوسي تاع الترك باسكو ما دا ولات صعيبه شويه تاع الترك في 2018 درحت فيها درحت الدوسي رحت ندفع دفعت انا عندي مع اللوز فيزات عطاوني تما كي يضربوا اسمي لقاو باللي عندي وليت حومه ثاني زاد دار فيزا الاخر تاع سيدي موسى دار فيزا درنا كاع فيزات انتيك وجدنا شرينا لي بي يا اخو زعما على 3 شهور باش نقلع مشيت بي على واحد الشهرين هكا ولا 3 شهور شيت بي شيت 400 و400 كاع شرينا كيف كيف لي بي بديت نخدم النافيغي انتيك هابي في راسي فرحان عندي دوكا ايطاباني رايح ليها موت في واحد اخر راني رايح ليه تما خلاص بدارنا ما قلت لهم ما قلت حتى واحد خو وليد عمي اللي ندور معاه ما قلتلوش بلاك راح نترك فاهم ورحت قدام النار رحت ديمارينا خو
ريحنا وتجوزنا في البلاد هذيك 3 شهور، نافيغينا شويه اورو، كان عندنا شويه اصحابنا نعرفهم كانوا في الترك اكفان، ديمارينا خويا رحنا للترك صاحبي. ديمارينا ديجا شوف ديمارينا بالهواريب ومطرق، كي شاف الكابات داي معايا الدخان والشمه قال لي راح للترك بوليسي، قال لي راح تحرق. قلت له يدحى بربي ان شاء الله. هكذا اخو هذا تاعو ماما. قلت له يدحى بربي ان شاء الله، علاش لا، وانا خارج قانوني ما عندك ما دخلك فيا. كي كنت دافع اصحابي عندهم تاع الارمينا ما عنديش، دي تشيكي فيا قال لي لارمي ما لارمي. قلت له اسمع، قلت له انا خرجت من البلاد شحال من خطره، قلت له وانا شفت روحي دانيرو شارشي فاهم سما في البلاد، لقيت روحي مشي وشارشي قبل ما نخرج زعما بواحد السمانه ولا تاستيتي داني شارشي لارمي، وانا ما عمتش نجوز لارمي. قلت روحي مشي وشارشي، دخلنا الهواري بو مضرق القديم ما مشي جديد. فبشي كاشيلي بدا يتعصص معايا البوليسي، يشري معاك الهضره باش انت تبروفوكي ما تضربو ما يقول لك هيا خرج فاهم. قلت له باكا، قلت له انت خدام وانا راني مواطن وعندي حق باش نسافر، انا راني خارج من البلاد خليني نخرج خو فاهم. بدا ما تيقولي شحال رافد الدراهم، قلت له ما رانيش رافد، راني رافد 10 اورو راني راح نحوس. تلاقيت واحد الجمارك قال لك شماك مهرب بذهب ولا، قلت له كان عندي ذهب انا نريح في الجزائر وش راح ندير في الترك. بدا يقول لي مني تسكن قدام منا طحنا في شغل حابين يذكروا فيا ما يخلونيش نخرج فاهم، شغل لي هما كيفاش يبروفيك شغل لي يتبلاوك فاهم كيف باش انت ترجع لهم. ديجا انا كي رحت بهيئه معينه شويه كنت داير من قوشه ولا بالسيرفات فاهم كاسكيطه، شغل رحت بهيئه شويه عيانه مش زعما مشي زعما لابس قمجه، شغل باين بلي الانسان راح يحرق. وقت عرفت الجزائر تكون قهوي كحل قوده الجزائر ياهو، خرجنا قدام منا طحنا في هذاك الجمارك انتيك مني تسكن في براقي لا فامي عمروش ولاد خالتي هاي طريق سلامان احنا خدم راح نجيبوا السلعه ولاد خالتي. راه خرجنا وصلنا للترك لقاونا عباد تما صبت علينا شتا واحد التمرميده يا اخو التمرميده كحله تما بدات الرحله. ايكيباج خاوتي حباب هاو لي طرابو تاعنا جوزنا خاوتي مع الله كريم عبدو ربي يبارك. واش نقول لكم ليكيباج نكملوا لكم الباقي ان شاء الله لا سويت ربي يحفظكم خاوتي، ديديكاس ليكم خاوتي الحراقه طيب.